معاملة ند بند وتصريحات متبادلة في سياق متوتر بين قادة الجانبين وعلاقة على شفا خطوة من يوم الموعود. توجه ذلك التصريح الأخير من ولي العهد فاستوجب تصرف صادم لم تتوقعه المملكة. فما هي القصة؟ في مواجهة الرئيس جو بايدن في قاعة واحدة وأمام حشد غفير من الحاضرين وأمام عدسات الكاميرات التي توثق الواقعة المثيرة، فجر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مفاجأة يبدو أن بايدن لم يتوقعها، إذ أعلن ولي العهد السعودي صراحة ودون تردد عزم بلاده باعتبارها أحد أهم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك استحالة زيادة الإنتاج النفطي خلال الفترات القادمة مهما كانت التضحيات. كما أكد بن سلمان أن المملكة لن تقوى على زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط أكثر من 13 مليون برميل خلال اليوم الواحد، لكنها لن يكون لديها أي قدرة إضافية بعد ذلك لزيادة الإنتاج، ذلك في إطار خطة المملكة بشكل خاص ومنظمة الدول المصدرة للنفط بوجه عام بتبني رؤية واضحة وأولويات للحفاظ على مستقبل الطاقة غير المتجددة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. على الفور لم ينتظر رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن الدخول خلف الأبواب المغلقة حتى يظهر ردة فعله الغاضبة على عزم بن سلمان خفض الطاقة الإنتاجية للمواد النفطية التي تصدرها المملكة، وما أن بلغه المعنى الكامل لما أطلقه بن سلمان من تصريح صادم حتى ظهرت على وجهه علامات عدم الرضا على ما يسمع، بحثاً عما يملك من أسلحة تمكنه من رد الضربة إلى السعودية، حيث ثارت حالة من العشوائية والفوضى غير المعتادة على الوفد الأمريكي المرافق للرئيس جو بايدن في الجلسة العامة للقمة العربية الأمريكية التي شهدت على حضور العديد من قادة الدول العربية والرئيس الأمريكي نفسه. وبدا أعضاء الوفد الأمريكي الحاضرون خلف الرئيس بايدن في الالتفات إلى بعضهم البعض بدهشة بالغة، ظن منهم أن حضور الرئيس الأمريكي إلى تلك القمة وما دار في الغرف المغلقة كان كافياً لتبني موقف معين. لكن ما الذي تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة للوقوف في وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا السياق الهام والضروري للتنمية والتقدم في الغرب الأوروبي وأمريكا؟ ورقة ضغط واحدة قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن رداً على موقف بن سلمان الذي يصفه بالعدائي تجاه أمريكا، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ترى أن بن سلمان لم يهتم لأمرها ووجه لها ضربة عميقة. وربما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشريع صادم يقضي بوقف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية لمدة عام واحد فقط إلى أن تظهر بوادر حل لأزمة النفط، وسيشمل ذلك التشريع الإمدادات العسكرية والمبيعات ومساعدة الأسلحة الأخرى للسعودية الشريك القديم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. برأيكم هل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة ميزان القوى لصالحها في ملف النفط؟